اللي جاب الجون دوت غبي والماتش هيتعاد وعامل مشترك وعامل مزدوج ورئيس عصابه ورئيس نصابين وكان في داعش ورئيسنا هيعيد لنا الماتش. يلا بقى. اي نعم كنا بنكسب بالدراع وبركه ربنا ودعاء الوالدين ما عندناش اعتراض، انما نخسر نخسر لا، احنا شعب ما ينفعش نعترف بالخساره، ما ينفعش نعترف بالخساره، لو اعترفنا بالخساره هنفضل نخسر نخسر نخسر، انما الماتش لازم يتعاد. لازم يتعاد الماتش، لازم يتعاد. في يا جدعان، في يا ناس، بقول لكم الراجل دوت ارهابي وكان مع داعش، بقول لكم حاجات كتير قوي محدش يفهمها الا اللي مخه زيي. لازم الرئيس ينزل قرار بإعادة الماتش بس كده. يا حول ولا قوة الا بالله، ما احنا نطلع من البطولة، ده احنا ما كناش بنلعب كورة بس بنكسب ببركة ربنا يا جدعان. في يا جدعان الماتش لازم دلوقتي يتعاد، انا شايف الراجل دوت ارهابي واخواني زي ابو تريكة كمان. صدمت مش كده؟ ابو تريكة اللي الناس كلها كانت بتحلف بيه وبتحلف بأخلاق، بس احنا في مصر غير كده خالص. كان اخواني وارهابي. مش محتاج اكلمك عن ابو تريكة كتير، بس محتاج اكلمك عننا احنا شعب ملناش راي، زينا زي الروبوتات بالظبط، بيتحكموا فينا زي ما هم عايزين بالظبط. لما نفكر نشغل دماغنا، لا احنا الشعب للاسف اللي ساب غلو الاسعار وغلو البنزين وركز بس في الماتش وساب كل حاجه بمجرد بس انه نفسه يفرح، مش عارف يفرح ازاي زي ما هم عايزين بالظبط. هم عايزينك دايما كده، دايما تمشي زي ما هم عايزين زي ما انت عايز. حب ابشرك ان احنا هنفضل كده على طول، بس طول ما احنا ما بنحاولش، انما لو حاولنا هيبقى في حاجه تانية خالص ومستقبل مستنينا احسن بكتير، بس مو بمجرد ان احنا نحاول بس نحاول بس نحاول بس.